ملاحظة في الوينج ده ان هم ما بيقولوش مواصفات، هم بيشرحوها. مش عارفة بقى دي مشكلة جيل ولا ايه الموضوع، بس خلينا نكمل ونروح لرضوى. ازيك يا رضوى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ اخبار؟ الحمد قولي لي لله. يا رضوى، مواصفات فتى احلامك او الزوج المحتمل فرقت في ايه من 5 سنين عن دلوقتي؟ خلينا متفقين ان الوعي بتاعنا خاصة بتاع البنات وقت الجامعة ده بيبقى شيء خالص، ووقت بيبقى المراهقة، بامبا، نونو بامبا. وقت المراهقة ده بيبقى حاجة. وقت الجامعة وخلاص انا خلصت جامعتي وهدخل على اول الحياة، اللي هو خلاص انا هدخل على شغل وحياة تانية، فالمواصفات بتتغير تماما. اللي هو اولويات ورتبيهم لي. راجل راجل راجل، اه، بكل ما مش تحمله الكلمة من بطاقة، معنى مش يعني. بطاقة خالص، ولكن كلمة راجل بما تحمله الكلمة فعلا من معنى. الراجل بيحمل ايه بقى؟ مش هتكلم عن الحب خالص، انا هتكلم ان هو يبقى راجل متفاهم، عاقل، لان حاليا موضوع العقل بالنسبه للرجاله مش منتشر خالص. بحس ان انت لازم تنزلي عشان تغذيه قد عقله، فالواحد بيهدر طاقه رهيبه في ان انا انزل. ننزل يكون متفهم قوي، يعني ايه بيتعامل مع ان احنا برضو في حاجات كتير فيها ناقصات عقل دونزين زي ما هم بيقولوا علينا اوريدي. يحتوي على قد ما يقدر. انا عارفه ان في ضغوطات عليهم كشغل وكمسؤوليات وكغلا والكلام ده كله، بس احنا اضعف منهم في كل حاجه. يعني حاليا احنا بنشتغل، وحاليا شايلين مسؤوليات، وحاليا حاجات كتير قوي بنعملها. هو لازم يكون عارف بنصرف فلوس ايه مالها، يكون ايه مستواه المادي ايه. لا خالص، مش مش فارقلك هقول لك ان هو يبقى اعلى مني بكتير، عادي، احنا لازم نبقى في مستوى بعض. بجد؟ اه بجد. طب وليه ما يبقاش اعلى منك بكتير؟ لان انا ما اعرفش الشخص ده هيبص لي ازاي، واول ما يحصل مشكله ما بيننا هيقول لي انت كنتي فين وانا طلعتك فين. فخلينا احسن في كل حاجه نكون متساويين فيها، ودي وجهه نظري بصراحه. وكل ده الحب يعني بره المعادله، الحب جه لو جه ما جاش انت تمام. اه خلاص، لان الحب كتر مشاكله، يعني احنا بنحب بعض ومفيش بينا تفاهم واتجوزنا، الحب ده هتلاقيه خد جنب خالص وراح في اتجاهات تانية، هيفشل أتفق. بكل حاجة. أتفق أتفق جدا. أستاذ زياد مساء الخير. مساء الخير. قول لي كده، إيه